الشكر والتقدير لقناة الشروق التي أتاحت لي هذه الفرصة. أفتكر إنها من الفرص النادرة أن تهتم بعض القنوات وعلى رأسها الشروق، قناة الشروق، بالموسيقى. الملاحظ كل قنواتنا هنا أو كل ثقافاتنا الفنية متجهة نحو الغناء. أنا ما بعرف كده يعني بفتكر أنه الغناء يعني ما يجد الفرص اللي وجد الآن، لكن بفتكر أنه يعني في شيء من يمكن أقول الإهمال عديل كده بالنسبة للموسيقى. يعني كل القنوات يمكن بنسبة 120% كل السهرات غنائية، ما في تفكير بالنسبة دائما إعطاء يعني فرص بالنسبة للموسيقى. ما علمنا أنه الموسيقى يعني الفن الوحيد اللي اعترف به كل العالم، كل العالم المضطرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإلى آخره، اتفق على حاجة واحدة في العالم ده كله، أن الموسيقى هي اللغة العالمية الوحيدة التي يتحدث بها الشعوب مع بعضهم البعض. Thank you.
انشات وسط أسرة فنية. أنا لو دايما أتكلم عن الأسرة الفنية دايما أتكلم عن عمنا اللواء صلاح عن صالح المكي. فتحنا ونشأنا أول شيء عنده كل الآلات، أي آلة استخوانية كمان يعود آلات النفخ لد رمز كان عنده. ده في وقت الناس ما بتعرف الحاجات دي، يعني كان يشوف واحد، يعني الواحد بيستغرب انه يشوف شخص واحد عنده كل الالات دي. ده يوريك انه يعني نحن في حرفيه المكونه في حرفيه الجنوب فنيا فاتوا الوراهم والقدام قبل ما يعرفوا الحاطط شنو. وفعلا يعني تاثرت بالبدايه بعمنا صلاح زي، لانه كان حتى القربه اللي هي بتاع السكوتش دي كانت عندي، وكان دي من اكثر الالات اللي كان يعني بيستعملها، لانه حتى لما ابتدي ينفخ في القربه دي بيتنا من بيتنا اليوم من سرايه حامد صالح لبيتنا يعني حاجه بتاعت لو جريت كده ثلاثة دقائق ولا أربعة، أقل من ثلاثة دقائق ولا أربعة دقائق. هو على بال ما ينفخ القربة، طبعا القربة ما طوال يعني داير النفخ داير شدة في في في, في النفس بالذات. هو على بال هو ما يكون وصل المدى اللي هو يمكن بعد كده عادي فيه، أنا بكون وصلت الصراحة هناك. شوف ده نحن شاف شافع صغير، ما أقول لكم عمري كم، 35 دي ذاته كثيرة اللي قلتها يعني. المهم أنا نشأت في وط وفي أسرة عندنا في عمنا زي ما قلت لكم ليه صلاح حمد صالح، عندنا عمنا حسن محمد صالح اللي كان كوموندان بوليس الخرطوم في الستينات، ومن من من آثاره لحد الآن هو اللي عمل أو قرر إنه لازم التكس يكون أصفر. دي من الحاجات اللي عندنا برضو عمنا يديه الصحة والعافية، الاثنين اللي ذكرتهم توفوا لرحمة الله عليهم. سير الخاتم أحمد موجود الآن، وده كان بغني بيعزف عود بغني لحسن عطية.
عمنا صلاح صالح علم بنت عمي اسمها آمنة دالية أو أبو نصر الدالي اللي هو شقيق أبوي يعني أو أخوه الكبير، علم صلاح كيف عزف العود وكان عندها ريشة ما تصير. آمنة دي قبلي أسمى، لاحظ يعني يمكن بالمعنى ده أنه يكون أول امرأة سودانية عزفت العود في السودان تكون آمنة. لكن طبعا في نطاق أسري، ما في ناي ولا يعني في حفلات عامة ولا أجسدة مثلا إعلامية، في ناطق في نطاق خارج داخل الأسرة في أفراح الأسرة في بتكون كده الحاجات دي كده. بعدها ابنة عمي برضو اسمها حمد ربنا يديها الصحة والعافية، شيت بها يعني من هنا، هي أول من كان عندها برضو عود. هي دي بقى الفترة اللي أنا ابتديت أتعلم فيها العود. فأسمى حتى سبب العود يعني خلاه يعني يكون عنده عود مرة والده اللي هو حمزة بشير نصر اللي هو توم أبوي، لقاه مرة كده بتصفر، أسمى بتصفر كده، فأبوها استغرب دهش من بتصفر ليه. وبعدين أسمى كان خلقت كان عندها حاجة في صوتها ما كان بيستمع، كنت تسمع كله بحى بس ساكت كده. فقلت له يعني أنا عشان ما بقى يا أبوي أنا ما بقدر أعبر يعني أقول بحي لين صوتي، فقلت له ما تصف يعني زي القلال داني صفرتي بقطع قشمك دول، المهم حاجة بالشكل ده. فجاب عود، جاب لها عود، قال لها لو أصلك أنت دايسي، لكن حتى العود اللي جابوا في العود اللي أنا تعلمت فيه وعندها لحد الآن، العود كان هدية من صديق أبوها اللي هو كان أزباشة في الجيش مع عمنا حمزة، محمد خير شنان، العميد محمد خير شنان، بحكم الزمالة العسكرية ما بين عمنا البزباشة حمزة نص، طبعا برضو كان عندنا عمنا اللواء حسن بشير نص برضو عمي، فكان عنده عود، فقام هذا العود ده لابنة صديقه اللي مع عمنا حمزة بشير لأسمى، العود ده موجود لحد الآن. Thank you.
المشاركات العالمية اللي اشتركت فيها كموسيقي وكذا، أنا برأي كذا طفلة في كثير من بلدان العالم السبعينيات بالذات. يعني مثلا في أمريكا دي يمكن شفت لو قلت لكم قريبة 20 مرة تضربوني. باريس برضو نفس الشيء. يعني في بلاد كده معينة دوتها كثير جدا، ده قبل ما يكون اشتراكي في أي جوائز مثلا عالمية وكده. مشيت اليابان سنة 80، ودي كانت بدعوة، يعني جات عن طريق سفارتنا في اليابان في طوكيو. أذكر أنه قدمت عمل كان عظيم جدا جدا بالنسبة في المسرح الدولي في طوكيو بالعود.
كان يوم الموسيقى العالمي كثير من بلدان العالم اشتركوا فيه، فعملوا تصنيف للشرك في الخمسة قارات يعني، فاختاروا 22 دولة. التصدر طبعا يعني السودان كان نمبر 3 الثالث من 22 دولة، ولو تشوفوا ال 22 دولة الدول اللي فيها تحتاروا انه كيف السودان ممكن يكون ده لو وده ناس اللي اختاروا اللجنة اللي اختارت دي ما هي لجنة ساكت ولا شيء، يعني لجنة جديرة بأن تحكم عليه ودخلات زي ما في كلام يعني. فيها معارف فرنسا والبرازيل و جثت وجهزت نفسي لزيارة لبعض البلاد الخليجية، الأقطار الخليجية، هتبدأ بدولة الإمارات العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والكويت. الرحلة دي إن شاء الله الزيارة دي هتبتدي من 2/11 إن شاء الله ربنا حيانا. لكن كنت قبل كده او بعد ما اجي من الديارة دي عندي يعني افتكر ان الديارة مهمة جدا جدا بالنسبة لي، هذه هي لجنوب السودان. نحن طبعا انفصلنا سياسيا وجغرافيا، لكن ما بفتكر انه ما في اي قوة في العالم تفصلنا عاطفيا ووجدانيا، لا في الجنوب ولا في الشمال، يعني ديك الاثنين يعني ما في حاجه بتفصلنا فيه. فانا من الحاجات الدايره اعملها بعد ما اجي من زيارتي لدول الخليج ان شاء الله، عاوز امشي باذن الله وزياره لجنوب السودان. وشعاري لهذه الزياره الفن يتحدث سياسه، وان كان السياسه والفن بالنسبة للدائرة عملنا في الجنوب هدف واحد، تحسين العلاقات ما بين الشمال بين الجنوب والشمال والعقب الصحيح. We'll be right back.
أخذت أربعة ولا خمسة أشياء ما في دور سبقني فيها ولا فقري. يعني أنا بقول الكلام ده افتخار ولا أناي. أول شيء أول من أدخل الشطرات الغنائية، الشطرات الغنائية دي يعترى حجبوك من أني ليدي مثلا ليدي موسيقى الحان اللي هي تنبتي عملتها ليه. يعني أول دول أدخل في الموسيقى السودانية الشطرات الغنائية. أول من قدم من موسيقى الأغاني، ما في دول سبقني في تقديم موسيقى الأغاني اليوم مختلف الفنانين الآخرين. أول من قدم الصفارة مع العود مع الأوركسترا، أول من قدم تقاسيم على العود، تقاسيم على العود دي دائما عند الشرقيين فقط. Yeah.
برضو راجعي تاني.